للمزيد بشأن الموضوع ينضم إلينا السيد ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. مرحبا بك أستاذ ضياء. بداية، موقع الخليج أونلاين كشف عن اختفاء العشرات من المتطوعين للقوات الحكومية في صلاح الدين من قبل ميليشيا الحشد. ما الدوافع من وجهة نظرك، يعني الدوافع الحقيقية لهذه العملية؟ السلام عليكم. البداية حقيقة هذه الدوافع والابتزاز أخواننا في الموصل، حقيقة هذه العملية بعلم الحكومة العراقية وبدراية من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع العراقية، يعلمون جيدا من هو الفقد، والحشد الشعبي والميليشيات الصفوية الموجودة في الوقت الحاضر في الموصل هي جزء وضلع من أضلاع الحكومة العراقية ويد من أيدي الحكومة العراقية في تدمير البنية التحتية في العراق، في العراق كاملة وفي الموصل بصيغة خاصة. نعم، هو الحاضر تم يعني اختطافهم من قبل ميليشيا الحشد في صلاح الدين. نعم. هذا الاختطاف من قبل الحشد، أول الابتزاز العوائل، هذه معروفة مقايضة مقابل المادة لإفراج عنهم، وهذا يحدث في العراق دائما، يحدث يختطفون بعض الأشخاص من العوائل المتمكنة ويقاضون الأهل المخطوف بمقابل من المال او بمقابل قطعه ارض او بيت، حتى اذا كان لم يملك بقطعه ارض او بيت يبيع لهم اياه بسعر زهيد، وهذه المقايضه تتم بعلم الحكومه العراقيه. مع الاسف اليوم اصبح العراق من الدول الأسوأ معامله للانسان وحقوق الانسان في العالم. هذه ما تجري من عمليات بالوقت الحاضر في العراق، وخاصة في المناطق الشمالية من العراق، المقصود فيها هي الموصل ومناطق أخرى ومن الرمادي وتكريت وأربيل، هذه العفو والفلوجة، هذه المناطق التي تجري فيها عمليات الاغتيال وعمليات نهب أموال الشعب العراقيين في الوقت الحاضر هي مستمرة من قبل هذه. على ما يؤشر يعني حتى المنتمون للأجهزة الحكومية لم يسلموا من عمليات الاختطاف على يد ميليشيا الحشد، يعني كيف نفهم ذلك؟ الحكومة العراقية بالوقت الحاضر، هذه موجودة بالتقارير الدولية، أنا اليوم قرأت تقرير بالحكومة النمساوية هنا تثبت أنه الحكومة العراقية ليس لها السيطرة على بعض المناطق من العراق، المقصود فيها المناطق الشمالية ومنطقة الموصل خاصة، الحكومة العراقية لا توجد لها سيطرة على هذه المناطق، وإنما المسيطرين عليها بالدرجة الأولى هي الميليشيات والحشد الشعبي الموجهة من قبل إيران. هذه الميليشيات والحشد الشعبي تؤتمر بأوامر إيرانية صفوية وليست بأوامر عراقية أبدا. يعني هذه العملية الحكومة العراقية لا تعلم بما يجري هناك، الحكومة العراقية غافلة عن كل الأشياء التي تحدث في العراق، لا وزارة الداخلية ولا وزارة الدفاع العراقية. صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن العراق يمتلك أعلى عدد من المفقودين والجثث المجهولة. هذا التصنيف الجديد أستاذ ضياء، أين دور الحكومة منه؟ هذا الدور المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني في كل العالم تكتب التقارير عن ما يحدث في العراق من اغتيالات ومن الاعتقالات العشوائية التي تحدث في كل مناطق العراق، وخاصة في المناطق الشمالية من الرمادي والفلوجة والموصل وكل المناطق اللي تحت سيطرة الميليشيات في الوقت الحاضر، هي مهددة بالخطر. الحياة هناك في المناطق هذه لا يمكن العيش فيها، ولكن أين دور الحكومة في هذه المناطق؟ أين دور الحكومة من ذلك؟ الحكومة ملتهية بالسرقة حقيقة. إذا كان فد واحد يعول على الحكومة العراقية إذا كان فد واحد يعول على الحكومة العراقية أن ينتج من عندها بادرة خير، هذا واحد. الحكومة العراقية كلهم لهم أضلاع في الميليشيات والحشد الشعبي، كل الأحزاب الموجودة في الوقت الحاضر في العراق لها أضلاع في الحشد الشعبي والميليشيات الموجودة في العراق. هذه الميليشيات هي مرتكزة على كثير من الأحزاب الموجودة التي تحكم في العراق. الحكومة العراقية فقط اسم
اكو دولة اسمها دولة الإرهاب، هذه الدولة الإرهاب هي اسم الحكومة العراقية، الحكومة العراقية لا توجد، هذا فقط اسم. في تقرير هيئة علماء المسلمين الشهري أحصت الهيئة اعتقال يعني 443 شخصا، وكذلك أحصت مقتل 29 آخرين في شهر واحد وهو شهر آذار الماضي. يعني ما دلالات استمرار هذه الحملات؟ والله هذه الحملات والحملات الأخرى، إذا تدخل المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب العراقي من هذه المحنة الذي وهو جبره على هذه المحنة، هو الذي الفاعل الأول هي الدول العظمى والدول المشاركة تدمير العراق وقصف العراق، هي الدول المسؤولة عن إنقاذ العراق من هذه الحكومة الزائفة الموجودة في الوقت الحاضر في العراق. هذه حكومة زائفة، حكومة ليست يحكمها العراقيين، حكومة يحكمها أعداء العراق، الحكومة الذي يقول السياسيين إذا حدثت حرب بين العراق وبين إيران هو يحارب إلى جانب إيران، كيف نثق بشخص يحكم العراق بهذه الصفة؟ الموجودين في العراق، السياسيين في العراق جناسيهم إيرانية، صفتهم إيرانية، تابعين إلى دولة إيران وليست إلى دولة العراق، وليست للعراق، حاقدين على الشعب العراقي من بدايته إلى نهايته. شكرا لك أستاذ ضياء. الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا.